نحاولوا بالتدخلات اللي مش نعملوها في المرحلة متاع النمو، وهي أكثر مرحلة فيها النمو الخضري، وبالتالي مش نحاولوا نوجهوا النمو نحو الأغصان الهيكلية والفروع الرئيسية اللي هي مش تحدد لنا قدرة الشجرة متاعنا على الانتاج وانتظام الانتاج. لازم فما يكون فما تناسق بين التدخل بتقنيات وفنيات التقليم مع الصنف ومع درجة الكثافة. مهم ياسر لهنا تطبيق العمليات الفنية والتقنية اللي كما حكيت لكم باش تتوافق وتتناسق مع خاصيات الصنف وخاصيات ودرجة الكثافة. إذا أنا كان التدخل متاعي تدخل غير موفق وغير متناسق بين الصنف والكثافة، بعد في مرحلة الانتاج ومرحلة الدخول في الانتاج مش تصير العديد والعديد من المشاكل. وكل صنف عنده طريقة التدخل متاعه، وكل وضعية متاع الشجرة متاعي عندها طريقة التدخل متاعها. لهنا كما نشوفوا في وضعية الشجرة هذه عندي برشا نمو خضري. في البداية كان التوجه نحو النمو نحو الأعلى، وهذا الهدف في إعداد الشجرة متاعي، خاطر في المراحل الأولى والسنوات الأولى لازمني يكون عندي طول مناسب باش النجم تكون التوزيع والتوزع وانتشار الفروع الرئيسية متناسق ومتباعد، بهدف توفير أكثر قدر ممكن للإضاءة، وبهدف توازن بين المجموع الجذري والمجموع الخضري، وبهدف تحفيز الشجرة نحو استغلال أكثر ما يمكن للغذاء عن طريق الماء والأسمدة. ديما عملية تقليم التكوين هي عملية مرحلية متواصلة طيلة فترة النمو متاع الشجرة متاعي، ما عنديش وقت محدد للتدخل، خاصة في المراحل الأولى أثناء إعداد ساق الشجرة اللي تتناسق الطول متاعها مع الصنف ودرجة الكثافة. فما أصناف نختاروا لهم جذع قصير يكون الطول متاعه 50 سنتيمتر، وفما أصناف يكون طول الجذع أكثر أو بين 50 إلى 70 سنتيمتر. مثلا صنف الأربوزانة كما نشوفه لهنا يحبذ يكون طول الساق 70 سنتيمتر. علاش؟ باش من بعد يولي الانتشار متاع الفروع الرئيسية انتشار متوازن، فروع رئيسية قوية قادرة على حمل أكثر ما يمكن من الثمار. لهنا نجمو نتسائلوا علاش خلينا الفرع الرئيسي هذا، وكما نعرفوا اللي قد ما يكون الفروع أقرب للأرض قد ما تكون أقوى، وهكا علاش لهنا أثر على المجموع الخضري من فوق، وأثر على التوزيع متاع وانتشار الفروع متاع الشجرة متاعي. القصة هي قصة مائلة بهدف ما فماش فما أي فطريات ما تنجمش تتكاثر لهنا، هكا علاش عملت تكون القصة قصة مائلة، وتكون زادة ما تكونش قصة حادة باش ينجم
الغصن هذا باش ينجم الترام تاعي النمو نتاعو نمو سليم. اذا انا مش نزيد في حده القصه نجم نوفر ظروف ومناخات ملائمه لتكاثر الامراض وبالتالي ضعف على مستوى النمو الخضري للشجره ككل. بعد مش نحاول نزيد نعدل الشجره نتاعي. بالطبيعه انا عندي لهنا الانتشار نتاع الشجره نتاعي، مش نحاول نزيد نقص من المجموع الخضري بهدف مواصلة لتكوين ساق الشجرة كمرحلة أولى. لهنا مش نبدأ في عملية تكوين الهياكل الرئيسية. أي غصن عنده نفس الاتجاه يكون نختار بين بيناتهم الزوز، ويكون الاختيار لهنا مبني على شنو؟ على الاتجاه نتاع الشجره نتاعي. لهنا هذا تقريبا نشوفوا التفرعات نتاعو حتى على الجهه هذه، متفرع من هنا على الجهه هذه ومتفرع على الجهه هذه، بينما كي نشوفوا هذا عندنا تفرعات متجهه لاتجاه واحد. هك علاش مش يكون الاختيار اختيار الغصن الاكثر تفرع وازاله الغصن اللي ما عندوش برشا تفرعات. ولهنا مش يبدا بناء الهيكل والشكل نتاع الشجره نتاعي. وقتاش نقوم بقص البرعم القمي؟ وقت اللي الشجره نتاعي تكمل الانتشار نتاعها، تكمل الطول المناسب. طول اش معناها طول مناسب؟ هو طول مناسب يكون الساق نتاع الشجرة نتاعي تقريبا من 50 إلى 70 سنتيمتر. طول مناسب يخلي اختيار الفروع الرئيسية تكون متباعدة ومنتشرة في اتجاهات مختلفة. التباعد لهنا يكون ما بين 30 حتى 50 سنتيمتر بهدف توفير أكثر قدر من الإضاءة، وبالتالي في المستقبل ما يكونيش عندي مناخ رطب داخل الشجرة متاعي وأغصان متشابكة، وبالتالي ضرورة لقص أكثر حدة، وبالتالي تأثير على مرحلة الدخول في الإنتاج وتأثير على الإنتاج. هكا علاش البرعم القمي وقت اللي يقوم بالوظيفة نتاعو تقع الإزالة الكلية نتاعو، ولا يولي نختاروه كفرع رئيسي يعوض لنا بعض الأفرع الرئيسية اللي قد تكون النمو نتاعها نمو بطيء أو تعرضت لبعض الحوادث الميكانيكية، وبالتالي نجم نخدم به يكون فرع رئيسي قائم الذات، ولا نجي ونحد له من نمو نتاعو وقت اللي ادى الوظيفه نتاعو. احنا تو هذا طمنا لي باش يولي هو رئيسي هكا ولا الانترفونسيون الثانيه ايفيدامون باش يتقص هذا ويتقص هذا بيه. اللي بعدها ولا به احنا تو خلينا نتفاعل معاك. راهو لهنا ريتو عندي في نقطه في العقده عندي زوز اغصان ينجموا يخرجوا من نفس العقده. إذا أنا مش أول حاجة ما لزمنيش نخليهم الزوز، خاطرهم ديما فما تنافس بين بعضهم. لهنا إذا أنا عندي الغصن هذا باش يشد لي الجهة هذه الكل، هذا براتيكمون أنا مش نحيه. من بعد هذا واطي شوية هذا هاو جايك. من بعد عندي هذه مش نخدم لي تخدم لي على الجهة هذه. من بعد مش يتم الاختيار بين الثلاثة هذوم. أما في كل الحالات أنا باش نحفز ونعدل الأجناب ونعدل النمو نتاع الأغصان لازمني نخلي كل عقدة عندها عين برك. معناها كل عقدة يخرج لي غصن واحد. ما لازمنيش نخليهم الزوز. خاصة إذا كانت الكثافة المعتمدة تقارب ماهيش نصف مكثفة،
مكثفة جدا، ماهيش عالية الكثافة، أما كثافة 5 على 4 ولا 6 على 3 ولا لهنا تبدا فما درجة قصوى من الكثافة. لهنا راهو الهيكلة نتاع الأشجار نتاعي مش نمشوا للشكل اللي هو الشكل الجريدي أكثر منه للشكل الدائري نتاع الشجرة نتاعي اللي هو يتناسب مع درجة الكثافة. هكا علاش أي شكل نختاره لازم يكون يتماشى مع طبيعة الصنف ويتماشى مع درجة الكثافة اللي أنا اخترتها. مش نشوفوا كيفية إصلاح بعض الأخطاء الناتجة على تأخير في عملية تقليم التكوين، خاصة مع بعض الأصناف اللي تعرف بقوة النمو الخضري متاعها كما صنف كورونيك. العديد من الآراء يقول لك نأجل تقليم التكوين لمدة 3 سنوات، وهذه آراء منتشرة للأسف. الحجج والبراهين متاع الرأي هذا يقول لك باش النجم يكون الانتشار انتشار كبير للجذور للمجموع الجذري مع انتشار للمجموع الخضري. هذا ينجم يكون مع بعض الأصناف اللي هي ما تكونش أصناف قوية وبعض الأصناف اللي موجودة في النمط المطل، ولكن الأصناف اللي مغروسة في النمط المروي وعندها برنامج ري وتسميد متكامل مش يكونوا النمو متاعها نمو قوي وانتشار للمجموع الجذري انتشار قوي، خاصة إذا راعينا الحاجيات من الماء والأسمدة لكل صنف مع مراعاة درجة الكثافة ومراعاة لدرجة ملوحة الماء ونوعية التربة. لهنا إذا أنا أجلت عملية التدخل شنو مش يصير؟ مش يصير نمو للعديد من الأغصان تنجم تكون خرجت لي من نفس النقطة كما نشوفوا لهنا مع جذع قصير وقصير جدا. هكا علاش كان النمو نمو كبير للأفرع 3 هذوما، خاطر هما أقرب للمصدر الغذاء. النمو هذا مش يكون عنده نتيجة عكسية على الإنتاج وديمومة الإنتاج، على خاطر أي خلل في اختيار الفروع الرئيسية ينجم يكون عنده تأثير سلبي بعد على قوة الشجرة متاعي والتماسك متاعها. هكا علاش من المستحسن يكون الاختيار على ساق واحدة متباعدة على مستوى الأرض كما حكينا تقريبا من 50 حتى 70 سنتيمتر، يخرج عليها فروع رئيسية مختلفة الاتجاه ومتباعدة فيما بينها باش النجم نحصل الحد الأدنى من الإضاءة اللي هو مش ينعكس وتأثيره مش يكون تأثير إيجابي على النمو الخضري وعلى الإنتاج. الشكل هذا مش يكون عنده تأثير سلبي على الإضاءة، خطر من هنا مش يكون انتشار عشوائي للفروع، مش يكون فم مناخ رطب ينتج عليه عدم الإضاءة، ينتج عليه ظهور وتكاثر بعض الأمراض والحشرات وينتج عليه تأخير في الإنتاج وتذبذب في الإنتاج. كيفية الإصلاح لهنا مش يتم اختيار غصن يكون هو أكثر تفرع مستقيم واللي هو مش يكون يعوض لي الأخطاء هذية، ونحاولوا نعاودوا نبنيوا بناء الشجرة متاعنا من البداية ويكون البناء بناء سليم. للأسف مش يكون قص
جائر. نوعا ما حاد اللي هو التأثير متاعه مش يكون تأثير سلبي على الانتاج، ولكن لازمني نتدخل باش نحاولوا نصلحوا قبل ما يولي الأغصان هذه أكثر تخشب ويصعب التدخل في مرحلة لاحقة. هك علاش مش نحاولوا نبداو نصلحوا، مش نحاولوا نختاروا شجرة توزيع متاع أغصان تكون أكثر استقامة وأكثر تفرع. هك علاش لهنا اخترنا ولد شجرة تقريبا على ساق واحدة متفرعة ومنتشرة، وبالتالي مش نحاولوا نواصلوا طريقة التدخل بهدف إعادة توزيع للشجرة متاعي، وبهدف خلق شجرة أكثر توازن وأكثر تماسك. لهنا ديما نحاولوا ننصحوا الأخوة الفلاحة باش يكون التدخل من الغراسة باش ما نجوش في الأخطاء هذه، ما نضطروش للتقليم الحاد اللي هو عنده تأثير سلبي وسلبي جدا على قدرة الشجرة على الدخول في الإنتاج.